السلام عليكم، أكيد كلكم صار معكم الموقف هذا وما تعرفوا ليش. صح إنه كيل بس ما عجبكم، بدكم إياه هيد شوت، وأنا اليوم جيت لكم بالطريقة المضبوطة اللي تجيبوا فيها هيد شوت. أولا ندخل على التدريب ونختار بتختار السلاح يا حبيبي اللي بدك إياه، بس شرط تكون تعرف تلعب. ومنجربه على هاد تلعب فيه السلاح، مو ما تعرف تلعب. بس المهم يلا نختار السلاح اللي نعرف نلعب فيه. انا بعرف العب نصر الصحراء والطمسوم والجروزة اكتر اسلحة. يلا هلق راح نقيين هاد. لا كروزة عادي، كروزة اكس. يلا يا شباب نختار السلاح اللي نعرف نلعب. لا ننسى اهم شي الحساسي، اولا ندخل على الاعدادات ومنظبط الحساسية اللي بيناسب جهازنا. تدخل على الحساسية اذا جوالك جي 7 نفسي حطه 91 كلميات، وحجم زر الضرب بتحطه 57 نفسي بالضبط إذا جهازك جي 7. إذا مو مظبوط ظبط الحساسية شلون مظبطيت على جهازك. ضل نقيس، طلعت فوق الراس نقيس، شوف هاي مظبوط نفس حساسيتي بالضبط كلها هيد شوت. شوف طمسون بتنزل تعمل ايه مثل حرف الجي، مثل حرف الجي. اما جروزة واسلحة بعيدة تنزل لتحت طالع لفوق. اذا جاي الخصم على الجهة اليمين تاخده على اليمين، على اليسار تاخده على اليسار. شوفه بالضبط نفس نسر الصحراء بتاخده مثل حرف الجي، شوفوا تمام يا شباب عرفتوا كيف. اذا طلعت فوق الراس نقصه، على الجسم ترفعه شوي لتجي على الراس بالضبط، لا بتزوده ولا تنقصه، بس بتزوده بتنقصه. اما اذا اجت على الراس لا تزود كتير بجوز تطلع لفوق شوي هيك نفسي. اوكي هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتم معلومات، وكان معكم وسيم ودمتم برعاية الله يا اساطير.